كله قائم على تصحيح الايه؟ تصحيح مفاهيم يجب أن تصحح. يا سيدي المفهوم الذي سنصححه الآن مع سيدنا السيد، إياك أن تظن أن سب المسلم أمر هين، ولا وإياك أن تسب أن تظن أن قتاله أمر هين، فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن أطلق لسانه سبابا في المسلمين فهو الفاسق، فهو الفاسق. أنا سمعت أحدهم يقول هكذا في لقاءاته الشهيرة جدا، يقول مصر ليس فيها إسلام حاليا، مصر تحتاج إلى فتح إسلامي جديد. كيف مصر فيها الأزهر؟ لا لا، الأزهر هذا كله أشاعرة، والأشاعرة من أهل جهنم، هكذا يقولون. كيف مصر فيها محمد رفعت؟ مصر فيها محمد صديق المنشاوي، مصر فيها إذاعة القرآن الكريم، مصر فيها الجامع الأزهر، مصر فيها جامع عمرو بن العاص. قل كل هذا مصر ليس فيها إسلام، مصر تحتاج إلى فتح إسلامي جديد. فهل سباب المسلم من العلم؟ سباب المسلم من العلم؟ لا. قتاله من العلم؟ هذا هو المفهوم الذي سنصححه الآن مع سيدنا السيد. امسك لسانك عن سب أي مسلم، امسك لسانك عن سب أي مسلم. وقد قلت لكم قاعدة في غاية الأهمية في المرة الماضية لو تذكرونها، ها؟ ما هي هذه القاعدة؟ عند الحقوق يبحث عن الإثبات، عند الحدود يبحث عن، عند التكفير يبحث عن التأويل. إذا سمعت مقالة لأخيك تحمل من 99 وجها في الكفر وتحمل من وجه واحد في الإيمان، تحملها على ماذا؟ إذن لا تسب أحدا ولا تظن أنك أفضل من أحد. قال الإمام الغزالي في كتاب بداية الهداية: إذا رأيت صغيرا فاعتقد أنه أفضل عند الله منك، لأنك سبقته بالمعصية وهو لم يعص الله بعد. فإذا رأيت كبيرا أكبر منك فاعتقد أنه أفضل عند الله منك، لأنه سبقك إلى طاعة الله وأنت لم تصل إلى ما وصل إليه. وإذا رأيت فاسقا فقول هو أفضل عند الله منك، لأنه ربما يختم له بالإيمان ويختم لي أنا بالفسق. إذن لا يسب الإنسان أحدا. تعالوا لنقرأ ماذا يقول سيدنا السيد. يقول: سباب المسلم وقتاله كفر. يا جماعة هذه قاعدة نريدها أن تجري على ألسنة المسلمين جميعا. امسك لسانك لا تسب به مسلما. حتى قال النبي في الحديث الأشهر: المسلم من سلم من لسانه، الأول لسانه، مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله. قال: اعلم أن كراهية المسلمين ومقاطعتهم ومدابرتهم محرمة، أن تقاطع المسلمين هذا حرام. طيب: وكان سباب المسلم فسوقا وقتاله كفرا إذا استحل، إذا استحل الإنسان قتال المسلمين يدخل في الكفر والعياذ بالله. قال: وكفى رادعا في هذا الباب حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في سريته إلى بني جزيمة يدعوهم إلى الإسلام، فلما انتهى إليهم تلقوه فقال لهم: أسلموا. فقالوا: نحن قوم مسلمون. قال: فألقوا سلاحهم وأنزلوا. قالوا لا، قال: فألقوا سلاحكم وانزلوا ما دمتم مسلمون. قالوا: لا والله، ما بعد وضع السلاح إلا القتل، ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك. قال خالد: فلا أمان لكم إلا أن تنزلوا. فنزلت فرقة منهم وتفرقت بقية القوم. وفي رواية: انتهى خالد إلى القوم فتلقوه فقال لهم: ما أنتم، أي أمسلمون أم كفار؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذننا فيها. وفي لفظ: لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. وبالمناسبة كان هذا في حروب الردة، كان هذا إيش؟ في حروب الردة. قالوا: ماذا هم؟ صبأنا صبأنا، يقصدون أنهم أسلموا أسلموا، هم يقصدون هذا. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح، فوضعوا تركوه يعني. فقال: استأسروا. فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في
أصحابه. فلما كان السحر نادى منادي خالد: من كان معه أسير فليقتله. وهؤلاء الأسرى مسلمون ولا كافرين؟ مسلمون. اسمع اسمع: من كان معه أسير فليقتله. فقتل بنو سليم من كان معهم، وامتنع المهاجرون والأنصار الذين كانوا في جيش سيدنا خالد. المهاجرون والأنصار لم يقتلوا الأسرى، ها؟ وامتنع من؟ المهاجرون والأنصار. طيب، وماذا حدث بعد هذا؟ رضي الله عنه. وأرسلوا أسرهم. أرسلوا أسرهم يعني تركوا أسرى، تركوهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد، عفوا، هذا لم يكن في حروب الردة، لم يكن في حروب الردة. قال: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني وافق على ما صنع خالد ولا لم يوافق؟ ليش؟ لأن قتال المسلم. قال ذلك مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طيب، قال: وقد يقال إن خالدا فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأنفة وعدم الانقياد إلى الإسلام، وإنما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم العجلة. هذه هي المصيبة والمشكلة التي نبهت عليها قبل من أول دراسة هذا الكتاب. ما هي؟ ها؟ التسرع. إنما أنكر النبي على خالد ماذا؟ العجلة. يا رجل، لو رأيت رجلا واضعا وجهه على الحجر، إياك أن تظن أنه يعبد الحجر. لا تستعجل، لا إيه؟ لا تستعجل. إنما أنكر عليه النبي ماذا؟ هو يقول إنما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العجلة وعدم التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم. صبأنا. فخالد معذور. ربما يقول أحد هذا: كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: ها، نعم عبد الله أخو العشيرة خالد بن الوليد، وسيف من سيوف الله سله على الكفار إذن هل قصد خالد قتال الكافر المؤمنين؟ لم يقصد. ومع ذلك هل تبرأ النبي من فعله؟ تبرأ. قال: إنما أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها مرتين، برغم من أن خالدا فعل هذا معذور ومتأول. إلا أن النبي مع عذره وتأويله تبرأ من فعله. ليه؟ لأنه أقامه على العجلة، المشكلة التي أدت إلى سباب المسلمين وتكفيرهم في زماننا. أنت رايح تصلي الصلاة في السيدة زينب، أنت مشرك. يا عمي لا تعجل، أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما أنا مشرك؟ لما أنا أعبد السيدة زينب؟ من منكم يعبد السيدة زينب؟ استغفر الله، لا يوجد أحد من المسلمين يعبد غير الله. جيد؟ إذن العجلة، المشكلة أين تكمن؟ قال: وكذلك قصة أسامة بن زيد، وقد حكيتها لكم المرة الماضية، اقرأوا معي يلا. قال: وكذلك قصة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فيما رواه عنه البخاري عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. الحرقة منطقة، وكانت سرية أرسلها رسول الله، على رأسها أسامة بن زيد. سرية، ما الفارق بين السرية والغزوة؟ نعم، رسول الله فيها تكون غزوة، رسول الله ليس فيها تكون، هذه ماذا؟ سرية. على رأسها من؟ صبحنا القوم، يعني وصلنا عندهم صباحا فهزمناهم. جيد؟ طيب الحمد لله إلى الآن تمام. قال: فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، يعني واحد من هؤلاء القوم الكفار ماذا فعل؟ هرب. فلحق أسامة بن زيد به، جرى خلفه، جرى خلفه. فلما غشيناه، يعني أدركناه، فلما إيه؟ غشيناه قال: لا إله إلا الله. الله، لا إله إلا الله، هذه ماذا؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، صحيح؟ قال: فكف الأنصاري عنه، الأنصاري ليس أسامة، السام، فكف الأنصاري عنه فقال: يا أسامة. قال: فكف الأنصاري عنه، قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام وصل لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول؟ يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، إنما قالها ليحمي نفسه من الإيه؟ من القتل. فما زال النبي يكررها، قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لأن قتال المسلم يا شباب، سباب المسلم فسوق وقتاله. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا شققت عن قلبه فتعلم أصادق أم كاذب؟
يا رجل يا رجل، هل شققت عن قلبه؟ أنت بمجرد أنه ذهب يصلي في مسجد سيدنا الحسين تقول عليه مشرك، هل شققت عن قلبه؟ هل رأيت في قلبه شرك مع الله؟ لما تتسرع يا بجل يا مولانا؟ وفي رواية قال أسامة: لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. بعد هذا الموقف مهما فعل ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ماذا؟ لا أقاتله. جيد. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن المخالفين له في الفرق: أكفار هم؟ من الذين خالفوا علي رضي الله عنه؟ أهل الشام، أهل الشام. فقالوا لسيدنا علي: أكفار هم؟ فماذا قال؟ قال: لا لا، مع أنهم كانوا يقاتلون أمير المؤمنين وابن عم رسول الله وزوج ابنة رسول الله ووالد الحسنين، ويزعمون أنه ليس أمير المؤمنين ويقاتلونه ويريدون أن يقتلون، ومع ذلك ماذا يقول؟ كفار. لا ليس كفارا. قال: لا، إنهم من الكفر فروا. أصلا هم هربوا من الكفر، من الكفر فروا. فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا، وهؤلاء أكثر الناس ذكرا لله. طيب، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل له: أي شيء هم؟ لا كفار ولا، فأي شيء هم؟ قال: قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا، يعني لا كفر ولا. وهذا للذين يقاتلون أمير المؤمنين ويشهرون في وجهه السيف ويزعمون أنه ليس أمير المؤمنين وهو صاحب بيعة صحيحة من أهل الحل والعقد، ومع ذلك لا يقول عنهم لا كفار ولا منافقين. نحن بمجرد أن يكون في المسجد صورة ولا آيات مكتوبة على جدار المسجد أو أسماء الله الحسنى في محراب المسجد مكتوبة، يقول هؤلاء الشباب: هذا مسجد بدعة. يا أخوانا اهدوا هداكم الله، الله يعني الله يصلح حالكم، هذا كلام لا يليق يعني. فهمتم؟ إذن سباب المسلم فسوق، قتاله هذا مفهوم يجب أن يصحح. لا تتسرع، لا تحكم على أحد لا بالفسق ولا بالكفر ولا بالبدعية، لا تتسرع يا رجل، فإن الإيمان فين؟ في القلب. طيب، اعلموا أيها الأحبة الأكارم أن مولانا وسيدنا السيد رحمه الله تعالى إنما ينطلق في هذه المفاهيم من أهم قاعدة ينطلق منها، وهي أن يدرك المسلم الفارق بين المخلوق والخالق، الفارق. ولذلك هذه المفاهيم في باب قضايا تمس العقيدة، أنا قلت الكتاب كله كم باب؟ الباب الأول قضايا تمس العقيدة. أهو، لا تقول على أحد كافر إذ ربما يكون أكثر منك إيمانا لله، فلماذا تقول عنه كافر؟ لا تستعجل، لا تسب أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تفهمون؟ وهنا يقول لك ما يمس العقيدة أن تدرك تماما مقام الخالق ومقام المخلوق، فارق بين المخلوق والخالق. اسمعوا هذه المقالة العالية الراقية التي كتبها سيدنا السيد حول هذا الكلام، ماذا قال؟ مقام الخالق ومقامه، انتبهوا جدا يا مشايخ جدا، فإن هذا كلام يصحح المفاهيم بحق، يصحح المفاهيم بحق. ماذا قال؟ إن الفرق بين مقام الخالق والمخلوق هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، ونعتقد أن من خلط بين المقامين فقد كفر والعياذ بالله. فمن رأى أن لله سبحانه وتعالى صفة تشبه صفة المخلوقين فهذا لعمري خلق بين مقام الخالق ومقام المخلوق، ومن زعم أن مخلوقا له صفة الخالق فهذا ماذا فعل؟ زعم أو خلط بين مقام الخالق ومقام المخلوق. وهذا صحيح ولا باطل؟ بل ليس باطلا بحق فقط، بل من خلط بين مقام الخالق والمخلوق فهو أقرب لماذا؟ أقرب للكفر. فمن شبه الله بخلقه إن اعتقد هذا كفر، ولكن أنا لا أقول كفر، لا أتسرع، إنما أنا ضعت لها قيدا. ما القيد الذي أنا وضعته؟ إن اعتقد هذا، لأن أنا لا أقول من لم يؤول آيات الصفات فهو كافر، أنا لم أقول هذا، إنما أقول من شبه الله بخلقه إن اعتقد هذا ليش كفر؟ لأنه خلط بين مقام الخالق ومقام، وهل هناك فارق بين الخالق والمخلوق؟ يا سلام، الله أكبر. قال: ولكل مقام حقوقه الخاصة، هذه حقوق المقام الخالقية وهذه حقوق مقام المخلوقية، تفهمون يا شباب؟ قال: ولكن هناك أمورا
ترد في هذا الباب، باب الفارق بين الخالق والمخلوق. هذا الباب هناك أمور ترد، قال وخصوصا فيما يتعلق بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي تميزه عن غيره من البشر وترفعه عليهم. هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقولهم وضعف تفكيرهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم، فيبادرون يعني يستعجلون. تذكرون التعصب والتسرع؟ هو لم يفهم، يعني أنا أقول مدد يا رسول الله فيظن أني جعلت رسول الله في مقام الله فيكفرني. هو متسرع ولا لا؟ متعصب ولا لا؟ جاهل بجم ولا مش جاهل بجم؟ جاهل بجم. يا أخي اهدى حداك الله، يقول القط نفسك كده وسع صدرك، حرام عليك. قال ماذا يفعلون؟ قال لضيق فيبادرون إلى الحكم بالكفر على أصحابها وإخراجهم من دائرة الإسلام، ظنا منهم أن في ذلك تخليطا بين مقام الخالق ومقام المخلوق. وأنا أسألكم سؤالا شديد الصراحة، هل يوجد مسلم على ظهر الأرض يظن أن رسول الله محمدا إله؟ أجيبوني، هل قال هذا أجهل خلق الله من المسلمين؟ طيب هل يوجد على ظهر الأرض مسلم يعتقد أن محمدا رسول الله، محمد بن عبد الله ابن الله؟ هل قال هذا أجن مجنون من المسلمين على ظهر الأرض؟ فلما تظنوننا نرفع النبي إلى مقام الألوهية؟ ليش؟ حتى لو قلت من علومك علم اللوح والقلم، هذا يعني أني جعلت محمدا مكان الله؟ هل هذا يقول به عاقل؟ إذن هذه هي المشكلة يا مشايخ، نريد أن نضع قانونا واضحا فارق بين المخلوق، هذا القانون الواضح. قال فيحكمون على أصحابها بماذا؟ بالكفر على أصحابها وإخراجهم من دائرة الإسلام. اسمع ما منطلقهم، ظنا منهم أن في ذلك تخليطا بين مقام الخالق ورفعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام. شوف بقى، ضع خطا تحت هذه الجملة، هذه هي القاعدة. قال وإننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. نبرأ إلى الله من ماذا؟ أحسنتي، إذ نبرأ إلى الله من أن نخلط بين مقام المخلوق ومقام الخالق، أو أن نضع رسول الله في مقام الإله. لا يوجد مجنون جيلة، لا يوجد جيلة في العالم يقول محمد إله. يوجد؟ ولا في أندونيسيا؟ ولا في أندونيسيا ولا في أوزبكستان ولا في أي مكان في الدنيا، صح يا شباب؟ إذن القاعدة في قلوبنا نحن أهل الصوفية، ماذا؟ المتصوفة يعني، هم يقولون. ما هي القاعدة التي في قلوبنا؟ فارق بين المخلوق. ومهما مدحنا رسول الله، مهما بالغنا في مدحه، والله لو أن البحار مداده والعشب أقلاما جعلنا لذاك، لم يقدر الثقلين تكتب ذرة أبدا وما استطاعوا لذا إدراك. ولا أي حد يقدر يمدح سيدنا النبي بكما مدحه الله، وإنك لعلى خلق عظيم. الله، إذن كوننا نمدح رسول الله يعني أننا نجعله في مقام الألوهية؟ هل هذا يقول به عاقل؟ فيكفروننا لأننا نمدح رسول الله، ظنا منهم أننا نضعه في مقام الألوهية. من يا جماعة من مجاه حتى من جهال الصوفية يضع رسول الله مقام الألوهية؟ من يفعل هذا؟ فهمتم؟ هذا هو التسرع الذي وقعوا فيه، هداهم الله أو هداهم الله. خلاص خلينا في هداهم الله أفضل. هداهم الله إيه؟ كما قال سيدنا السيد، نحن نتبع سيدنا السيد هنا. خلاص، قال إذن وإننا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى في مقام في ذلك. قال وإننا، يلا أسمعوني صوتكم، وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب لله وما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما هو محض حق الله تعالى وما هو محض حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ولا إطراء يصل إلى حد وصفه بخصائص الربوبية والألوهية، مع المنع والعطاء والنفع والضر الاستقلالي دون الله تعالى. من منا يرفع النبي إلى مقام الألوهية ويظن أن الله يعطي، أن رسول الله يعطي ويمنع وينفع ويضر مستقلا عن الله؟ هل يوجد عاقل في المسلمين يعتقد هذا؟ يقولون طب كلامه يدل على هذا. إذن حاكم الكلام، لا تحاكم قلب القائل. قلب القائل يمكن يكون أكثر إيمانا منك، تقول هذا كلام لا يليق، إنما لا تقول هذا قائله كافر.
قائله كافر هذه كلمة فظيعة لا تقولها يا بطل. فهمتم ولا ما فهمتم؟ قال والسلطة الكاملة والهيمنة الشاملة والخلق والملك والتدبير والتفرد بالكمال والجلال والتقصيد والتقديس والتفرد بالعبادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها. هل يفعل هذا صوفي؟ أبدا. وصلت يا مشايخ؟ ها؟ إذن فارق بين مقام الخالق ومقام المخلوق. وأنا أقول مرة أخرى، لو سألت أصغر مريد في أقل مدرسة صوفية في مستوى العالم، تقول له محمد يخلق من دون الله، ماذا يقول؟ باجر. انت حفظت خلاص. مستحيل، أجهل صوفي لا يقول هذا. فكيف تقول الصوفية جميعا رفعوا رسول الله إلى مرتبة الألوهية؟ هل فعلتم هذا في أوزبكستان؟ ولم يفعله مجنون، فضلا عن علماء المتصوف. إذن ما هي القاعدة يا شيخ عزيز؟ فارق بين المخلوق مقام الخالق مقام ومقام المخلوق. وسيدنا النبي خالق ولا مخلوق؟ بس عليه الصلاة والسلام. قال وأما الغلو يعني التغالي في محبته، قولوا اللهم صل عليه. أما التغالي في محبته وطاعته والتعلق به فهذا محبوب مطلوب كما جاء في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. العجيب أن هذا الدليل، أن هذا الحديث هم يستدلون به، لكن انظر ماذا سيفعل سيدنا السيد، سيقلب السحر على الساحر وسيجعل دليلهم عليهم وليس لهم. وهكذا يفعل في كل هذا الكتاب، سبحان الله، سيجعل دليلهم عليهم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم.